السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني الكرام، معكم حسين كمال من قناة افهمني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إخواني الكرام، هنتكلم عن النزلات المعوية، النزلات الشعبية للأطفال. يعني لو حد عنده نزلة معوية، حد عنده التهاب رئوي، حد عنده نزلة شعبية، حد عنده ارتفاع في درجة الحرارة اللي هي سخونية، عنده إسهال، عنده ترجيع، عنده مشاكل البرد اللي كلنا هنتعرض ليها في الأيام القادمة، أو حتى من غير برد، النزلات المعوية يا جماعة. أولا لازم درجة الحرارة تنزل عن طريق الكمادات. تعملي كمادات للطفل بتاعك، النص التحتاني عند الطفل يتحط في مية باردة، ومش باردة اللي هي من الحنفية، باردة اللي هي مش باردة اللي هي من التلاجة، باردة اللي هي من الحنفية، ماء فاتر يعني، تمام؟ ده كده عشان تخفيض الحرارة. ولو في لو في ترجيع يبقى ياخد حقنة دانسيت، والحقنة يا جماعة تكون في العضلة من أمام، في الفخذ من أمام وليس من الخلف، عند الأطفال لحد سن 3 سنوات عشان ما تأثرش على حركة الطفل والمشي. لو في إسهال شديد هيتعلق له محلول عشان الجفاف، يعوض الجفاف اللي هو فقده، او موضوع الاسهال بيعمل جفاف، فاحنا هنعوض الموضوع ده بتعليق المحلول. طبعا الكلام ده يا جماعة مش هتعمليه في البيت، يعني المفروض انا بقول لك ايه اللي هيحصل معاه بالظبط في عند عيادة الطبيب، وبلاش الصيدلية، ماشي؟ بلاش الصيدلية، يبقى دكتور وبعدين اجيب العلاج من الصيدلية. طيب لو انت يعني بعيد عن العيادة وبعيد عن الأطباء، في مكان بعيد مثلا وحصل الكلام ده بالليل، ممكن تعملي الحاجات اللي قلنا عليها، كمادات. طبعا كده كده الكمادات والمية الباردة أو المية الحنفية، الكلام ده يعني نورمال، أي حد ممكن يعمله في البيت، حتى لو الطبيب ما قالش عليه ممكن تعمليه في البيت عشان ينزل درجة الحرارة، ماشي؟ تعمل كمادات تحت الإبط، وطبعا المفروض بنعملها عند الفخذين او بين الفخذين، بس احنا كده كده هنحط الطفل في مية باردة اللي هو النص التحتاني. يعني الاسهال والترجيع، دانسة للترجيع، محلول للاسهال. طبعا انت مش هتعملي الكلام ده في البيت عشان انت اصلا مش هتعرفي تعلقي محلول في البيت. الحقنة برضو ممكن ما تكونش انت بتعرفي تدي حقن، فانا قلت لك على اللي بيحصل، واللهم بلغت اللهم فاشهد. يا ريت ناخد بالنا كويس جدا من اولادنا، فاولادنا صحت يعني امانه في رقبتنا، وناخد بالنا كويس جدا منهم. يا ريت نعمل شير ولايك للفيديو ده عشان يوصل لعدد من الناس، وما تنسيش تعمل اشتراك في القناه عشان توصلي بكل نصائح في الطب والصحه والتحاليل زي ما انتم شايفين في لوحه المكتب كده. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.